يعطيكم العافية أصدقائنا، بس بدنا عنا كذا باور سبلاي، بس بدنا نركب ونرجع. هلا هول الواير ما عندنا مشكلة فيهم، هول الواير كلياتهم تمام ماشي حالهم. اوكي نرجع نركب المروحة. أهم شيء أنا بالشكل الصح هيدي تكون موجودة. وبالتالي يعني قدر الإمكان القصة الغربية تحاول أن تتحرك، لكن لا أحسيكي ما جرى خلال السنوات 15 الماضية أرهقهم كثيرا. الأحداث التي جرت، الحالة التي كانت تعيش، الحالة السياسية، الغضب الشديد بعد تأجيل. أوكي بدنا نجرب. تأكد إذا في 12 فولت. أوكي دارة المروحة. اوكي في عنا 12 فولت. لاحظوا هون الباور سبلاي بضل في عم بيعطي، لانه الكاباسيتر ضل عم بيعطي حتى لو شلناه من الكهرباء. اول شيء هيدا السيستم انه حتى يرجع يعمل كولينج للباور سبلاي، فحتى لو شلنا نحن عنه الكهرباء بيكون حامي هو الباور سبلاي، فبيعمل كولينج بضل المروحه شغاله. بنفس الوقت بيكون المروحة لما هي عم شغالة نفس الشيء، بنفس الوقت بيكون عم بيفضي الكاباسيتر. أظن هلا طفت المروحة. اوكي بدنا نركب هلا البروتكشن فان. اهم شيء نرجع نركب البروتكشن كرمال ما يصير في عنا اي كونتاكت مع الحديد، يصير في عنا شورت سيركت. البروتكشن ضروريه. هنا في شرق ربما هي مدينة غزة، هذه
الغارة. إحدى هذه الغارات قبل 3 ساعات كانت في منزل في شمال قطاع غزة. هذا المنزل الذي نزل طواقم الدفاع المدني تقوم بإزالة الركام حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية هذا المنزل على رؤوس ساكنيه، وتم انتشال 4 شهداء من هذا المنزل، نقلوا إلى المشفى ليرتفع عدد الشهداء إلى 113 شهيدا حتى الآن منذ 5 أيام في هذا التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، هذه الغارات المتواصلة على القطاع. كذلك الهدوء شمل الرشقات الصاروخية التي تطلقها الفصائل الفلسطينية لاتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية. كان تقريبا آخر رشقة صاروخية أعلنت عنها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، حيث قالت أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة أطلقت نحو 100 صاروخ باتجاه عسقلان ردا على استهداف المدنيين وقصف البنى التحتية والمنشآت المدنية، قالت كتائب القسام. كذلك سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قالت أنها وجهت عدة ضربات صاروخية صوب سيبيروت وعسقلان وجدود، وكذلك تحدثت عن إطلاق صواريخ باتجاه مدينة تل أبيب. إذن هي حتى الآن لم تتضح طبيعة هذه الغارة التي اكتشفتها الحربية الإسرائيلية على مدينة غزة بعد هدوء حذر نسبي لنحو 3 ساعات. طيب هشام، من وقت فقط عدد الشهداء الآن 113 شهيدا، ولا نعرف حتى الآن ما الذي أسفرت عنه هذه الغارة التي نشاهدها على الهواء مباشرة من غزة. ولكن نرجع نفحص الأوتبوت عنا هذا 12.1 وسبتي. هذا لازم نكتب عليه ضم.